دو شبكه الاخواني ده سطر اشتغل عفوا باقي شيء. السلام عليكم. السلام. سيد اخر في كيري. خلك الزاخر نعم. السلام عليكم. هذا شو اللي هات يا ابو مطبخ باه. الزاخر مواليد نوف مواليد. بل. كيف وكيف سطر ايش سيفو دو داك قصدي فقد واحد وشبو. نعم. قول اخ خاصتي الاسعاف بينا مستشفى طوارئ الدول. بل. ما داخل المستشفى اشعه هني ما بقول لك مفراز مفراز يكتب بلا دكتور اخصائي شوفا ودكتور اعصاب وجمله عصبيه هميل وتشيكر شو نتيجة بني بيج أمانة دخل خدي إمارة خدي جماعة جي بتمام وصل كي دكتور شي استفادة إلى إحنا ما تحدى علاج شي بالعربي إيه؟ أربع أشعات أخذنا مفراز ورنين شغل مغناطيس والسنسكان نعم ما بيسي شلون الشعر اصلا وشو فايدنا لحد لا ما يشوف لحد لا ما يشوف اختي نور شلون ايش؟ اختي نور ابد ما تشوف شيء هسه اذا انت طبيبي شو تقولي بس بشرط اسمع كلام عمك زين عوفة اختي العزيزه عوفة خلي يمشي هي تعالي اختي اخاك يلا يمشي تعالي اختي يلا بسم الله تعالي يا معمر تعالي تعالي لا تخافي يمشي يقول ما اشوف اي شيء ان شاء الله هسه طيب باذن الله تعالى طيب متى يا سيده فيني انا تعالي يمشي يقول ما اشوف سرت عميان فعسلان بوشيرك والله ما بتي لباري مستريني دير وجه يمي داري داري بس انا راقي عليه القران هسه طيب باذن الله بس شي شي شوي افطر يا الله بس بسم الله الرحمن الرحيم ارفع راسي شنو اختي نور انت تعال عمو هنا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بشفاعين العسل والقران النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدواء القران رب العالمين يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره او اذن عرق سبك ولا بربنو بربتو احكي وقع على راسه على راسه على راسه وقع هسه شوف على صوت مشاكل والله شنو مشاكل ها ريتها مو بربتو او كابت ابد ابد ما اشوف اي شيء ابد ما اشوف ان شاء الله يشوف باذن الله سالي اخو بلنكا سالي اخو بلنكا علي راسك علينا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي اخويا اشفي ابني اخويا ما يجنين اخويا اشفي يا ربي انت الشافي انت العظيم انت الودود انت ذو الجلال والاكرام ايش في هذا الاخو يا اكرم الاكرمين يا ربي خذ الشفاء لست ويا ما هيش ما بيناك به وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شايف الفم كوا؟ أبا شندا عشرين شبتي؟ يلا 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 اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هسه يشوف ان شاء الله دقيقه ان شاء الله هسه يشوف ابا شندا بيجا اكو مشكله شوي جيب عيونك هسه ان شاء الله طيب يلا بس ما تخو بكره خو بكره لا ترسى لا تخاف لو قران شفاء معجزه ابدا ترسى ان شاء الله نكتبيني يا الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ربي أنت الشافي أنت العظيم أنت الكريم أنت الودود إيش فيها كل مرضى يا أكرم الأكرم شافي خبكوا بلا سيدة سالي خبلنكا شافي خبلنكا شافي خبلنكا شافي خبلنكا سالي خبلنكا علي راش علي راش أبا تشندا أش كذا هذا أقوى شلون صرتي مثل قبل ولا متحسنة؟ لا أحسن إيه كل زين بس ماكو كل زين عوفة سيدة بردة بلا بخور سيبة سيبة إيه شافي خبلك أنا ترسى لا تخافي بدي لا تخافي لا تخافي بسم الله الرحمن الرحيم لا تخافي بدي لا تخافي ما تقع أبد ما ترسى ناكري أبد ما تقعين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
يشفون وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني يا كريم يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام اشفي يا أخذنا يا أكرم الأكرمين. شعبي خبل انكاب شكيت علي راسك علي راسك عسى ما تشوفي لحد الان عسى شلون صرتي خلي عوفه خلي يمشي خلي عسى تعي على عمرو تعي على عمرو خليه يمشي شوف امشي شوفي منو تعي غدا علي يلا امشي لا تخافي يلا يعني شو بيش فاتح ابيض شوف اي ما يخال ما يخال خلي خلي كل جد عسى تشوف شيء امامك قدامك اكو شيء تحسي بلا ما كل الزين حسه ان شاء الله بعد خمس دقائق باذن الله تعالى يشوف ويطيب ان شاء الله تعالى قربان ببنات الله يسلمك على محمد يلا تعال خلي هي واحد تعال تعال سريع يلا الوقت جاي من ثمين روح للجامع يلا تعال روح هسه شوف اوفا خلي يمشي الله اكبر الله اكبر تعال هنا أنا. يلا تعال اوفا اوفا يا حبيبي يا استاذ اوفا شو اسمك احكي نور هذا كم هذا أربعة خلي صلي على النبي تعال هنا نور امشي وحدي اوفا اوفا خلي يمشي وحدي تعال هنا أنا. تعال هنا أنا. يلا صلي على تعال ايش ليش تمشي امشي تعال يلا نور نور ارفع راسك ارفع راسك لفوق نور هسه انت شنو ما تشوفي هسه تشوف دنيا ارجع الى كتاب الله سير حجاب لا سير متبرجه كان متبرجه يا لا والله شوف بارك الله شو تقول انت زوجتك كان ما يشوف احكي والله زوجتي وقعت وما شافت اربع كيف تصير وشافت هسه ثلاث كيف ما شافت هالشيء اي والله وصارت لك بس تبكي بس تقول انا اشوف بنتي هذه في على عدد الفرحه بعد شكر لله الحمد لله اشكرك يا شيخ هسه انت عرفت انت كاستاذ شو اشتغل شغلك شنو؟ انا مهندس ويا مهندس خليه يجي خليه يجي انا الفرحة شوف راشد ولا ولا لازم تشكر الله مشكور على شفاكي بلا بقول بشي بي خبز ان شاء الله السيده بقول لي باخذ ابا شن دكتور كلام وش يسوي هناك خذ ما خصايه دوق يا خر ايدي كرن بقوي على اساس حتى بوك بوك دقري بوك دقري جنا اي والله ايش كيفه ايش كيفه دابا بصل باي ما يمر خذيها هاي ما زاني ما يمر خذينا ابا مناديها بيرجي بلا بلا انقول شو دكتور نهي لازم هنا انا عشان بنقول رمته بلا بزن قران معجزه خوش كنور ابو كم دابا خمسه يقول هذا خمسه انت عربيه شلون تشوفي كانت عميان ما خلي الطبيب ما شاف النتيجه جيت يم طبنا بيشوفي انت عرفت القران معجزه طبعا تعال امشي وحده حتى نشوف حتى تشوفي عدد خلي امشي تعالي حسنا انت تشوفي كل شيء ياهو زوجك وين زوجك وهذا منو هذا شوفه عما شو اسمه هذا الاخ شو اسمها خالد وهذه اي امي استاذ انت كزوجتك كان مصاب بهذا ما يشوف هسه طابت شو تقول كجنابك؟ احمد الله واشكره ما خليت اطيبات احمد الله واشكره تقرا كثير احمد القران يا ربي يا رب والله العظيم احمد القران الحمد لله شكر ايمانا والله الحمد لله ايمانا بالله ان شاء الله لو ايمانا بالله تشوف ان شاء الله والله انت جيتوا على نفسكم الان تاخرتوا ما خليت طيب بعدين جيتوا على القران لازم اول تجون على القران ما احنا نستغفر الله احنا ايمانا بالله ما نصلي كنا نطلع على الادعيه على الطوارئ لازم نسوي فحوصات والله كلهم حتى فوريه سويت يعني بفلوس خارج ما شفتوا اي نتيجه اي نتيجه الدكاتره يعني الدكتور قال روح خليه على المكتب لا حول ولا قوه اي والله اختي قالت روحوا على الشيخ علي ان شاء الله شفتوا انت كجنابك الحمد لله شفتوا القران معجزه قوي والله انت ما قلت غير القران بارك الله فيك شكرا غير القران نور اخر كلام شو تحكي للنسوان الذي يتعجبون يرجعون الى كتاب الله والسنه يلا احكي سريعا يلا يلا احكي بسم الله والجميع يكون يتدينون الكل يصيروا زينين انت ما خليت اطباء المحترمين كل يدي يشوف هذا كانونات ما شفت اي نتيجه يا والله ما خليت سويت وها فحوصات هسه اشوفك الاشعات تجيبه لا لا مو مشكله مو مشكله بارك الله اني اروح للجامع المهم النتيجه هذا كتبت علاج الف رحمه على والدي اول رب العالمين شفاه وانا صار السبب قربان اول شيء اوقف دكوره ابو تعزور دكتور كتشاك نبو استاذ شفاي قول شفاي له هنا ابو تشارجه ابو تشارجه ولد افمن اخفت شو بيجي قرانك اما شنكيبة اسنوف بشري المخاري ازلي دعاء بخدي وقرآني كان منابي خدي إلم واس وانا كان شنكيبة عبدي بشر خلتيك هندي سري درزي كبتش مالا من حد هندي دستم بديهيتي بارك الله فيك
توزعني القرآن معجزة أري والله معجزة قرآنية وخذيها وتسبب إن شاء الله خذي ركبة وإن شاء الله إسلامي نصر كت القرآن نصر كت سرقوا مكافر رحمي الله سلام أوش لا من شنو عبيد أو أما هيش ما لنا في سبيل الله بدون مقابل إحنا سوينا شيء أوش معجزة قرآنية بيروزا أتا شاف بيكوت نشكي قرآنية بيروز بأخوي جورتان دسبين والسلام عليكم ورحمة الله سلام